شمارك يو شو حر يا عمو حيوانات تعطوا هالكريسي هيكريك تاع برشا كلاب في القفص تستنى لاب تاع هاي الاستنتاج الوحيد معناه هو بيدو استنتجوا الشعب التونسي كل التزكيت حاجة مفبركة ديجا معناها عندي أنا تو رزمان لقيت راحي ماني مزكي حتى حد عندي شكون من صحابي معناها زكى معايا ومن بعد يلقى روحه مزكي مرشح آخر ومعناها مرشحين معروفين ديجا بالواحد بالواحد اللي تم اللي معناها زوروا التزكيات واللي معناها قاعدين يفبركوا قاعدين يشروا في الأصوات على عباد بالفلوس واللي زي ساكت على الشيء هذا والمشكلة فين تو إنه في تونس لو كان معناها أنت كان باش تشكي به السيد هذا من بعد شد رئيس تولي عنده حصانة معناها من بعد شنو نعملوا له اسكو يشد الحبس في كارتاج ولا نستنوا 5 سنين للي يكمل ولا معناها هذا مش معقول اون برينسيب معناها العباد كيف هذه تي هو ابسط حاجه انه تلميذ معناها كيف فسك في الباك ولا كيغش في الباك يقعد 5 سنين وهذا معناها سارق في الرئاسيه وقال لك تو نشوفوا كيفاش نسحبوا له التزكيه المزيفه نلقى روحي مزكي انسان ما يستحقش حتى يترشح للرئاسه من اصله انسان مع انه البنات اقل من 12 سنه توصل 12 سنه تعرس هذايا برجولية عار وعار جدا ما نجمش نقعد ما تجيش الحكايه ولي زي شنو الاجراءات اللي خذتها قالت لك اعمل المشتكي يكتب اسمه يكتب لشكون زكى لشكون شكون يلقى التزكيه نتاعو ومن بعد تو ناخذ الاجراءات وتو نسحبوا التزكيه هذوكم يا اخي كيف تحب انا نكون عندي ثقه في العمليه الانتخابيه كي تقول لي باش نسحبوا التزكيات مش باش يتحاسب هذايا نحب نفهمها كيفاش كما قال نحا في الباك معناها 5 سنين ما يعديش هذا يسرق تزكيه ما فما حد شيء يسحبوا له تزكيه نتاعو معناها نشري خبز يقول لي رجع نسرق خبز يقول لي رجع الخبز وكهو مرجيناه على البنك يقول لي رجع الفلوس امورك واضحه فما الرابطه التونسيه لحقوق الانسان عملت معناها باش يوكلوها العباد باش ترفع هي قضيه ان شاء الله تمشي في المجرى نتاعها صحيح وان شاء الله كذا اما ليزي لازم تتحرك وهذا ايش عندي نقول انا مانيش نزكي حد ومش منتخب حتى واحد وكان اسمي معناها راني باش نشوف كيما قلت لي انت نلقى اسمي معناها مزكين وفي اي قائمه انتخابيه من اللي يعملوا فيها هما انا واحد من الناس نقدم عريضه شكوى اللي يحبوا هما خاطر بالرسمي انا نشوف ملي هما مقدمين معناها رواحهم للترشح الرئاسي الناس هذوما فيهم حتى حد يصلح باش يشد تونس من با حتى 30 مينوت لا اكثر لا اقل وين نحب نفهم حاجه في التزكيه نتاع تو رؤساء نتاع تو انا وصحيح وانا والغلط أنا أخوي بشجع كيما عهد الرئيس نحن أخوي نرجع معناه بيتاق تعريف تهزم الدار تمشي عبد ينتخبه ومزير في الدار ولا عبد ميت يحطوه في انتخابات راهو نغشوا في بعضنا إذا نحبوا رئيس أخوي باش يغزو البلاد يغزو بالخص لحوم بخص باب الخضر كي في عبيد مش لاعب بعضها قدوا اشتر سكة واشتر ما سكة ماهيش مقدودة تزكيات اشتر التزكيات فما تزوير كبير في التزكيات هذا يطرح سؤال على عملية المسار الانتخابي ككل هل أنه مسار سليم أم التجاوزات هذه هل أنه باش تأثر في المسار هذه أو لا ما فماش ردع كبير ما شفناش معناها ردع ولا عقاب للمتجاوزين هذي مازلت القضايا في المحاكم إدارية إن شاء الله نشوفوا حاجة لا لا ما عنديش حتى فكرة وما عينيش باش نخمم معاه الحكاية هذه جملة إيه ما شفتش اسمك ما فيريفيتش ما عملت فيريفيكاسيون اسكو تخشي روحك زكيت انت في بالك لا خاطر صارت لي ولاد اصحابي برشا وقالوا لي وصلت لنا ميساجات التليفون هم ما زاد ما عندهم حتى فكره على الحكايه هذه صاير ترافيك كما يقولوا معناها انا مش مسخم فيها الحكايه هذه جمله لا ماهيش معناها ماهيش في ايفيكاس الحكايه هذه خاطر تسمى تزوير عندي انا زي عبد يلم معناها تصحاح نتاع عباد ميتين ولا عبد اسمه مقيد 100 مره ظهر لي في الحكايه معناه شنو الحل معناه حتى باش تتبعهم تنجم تتبعهم التزكيه معناه معناها في عبيد مصحه 100 مره معناه في كل مره مع معناه حزب اول امتحان تاع جات لي اللي هو تاع التزكيات وكل شيء وقعت تجاوزات على زوز نطاق النطاق الاول كونه معناتها ناس استغلت ديزون لا سو كولتور بوليتيك دي جون معناتها كي سون با عندهم شي كولتور بوليتيك دونك استغلوهم بكل الوسائل باش خذاوك الامضاءات نتاعهم ولموا الوحده هذه زكيت وشنو رايك في التزكيه كميكانيزم معناتها الترشح للرئاسه افيكاس مش افيكاس ما عندهاش معنى كبير سيرتو في الظروف هذيا معناها في الظروف ننطلقوا من الظروف اللي نحن فيها ما عندها حتى معنى مع الناس كل تعرف اليوم معناه في الوضوح التام انه فما فئه كبيره من المترشحين شراوا الاصوات بالفلوس
اون بلوس دلسو كريمون معناها انا نعرف شكون معناها زكي ومعناها شخص اخر يلقى روحهم زكين كمال مرجان ولا باجي قايد سبسي فما تسعى سامي هي خرجت معناها في الصحافة. والله اللوجيك تقول تزكية المواطنين نورمالمون يرجعوا لبطاقة التعريف ساعة تاع الناس الأحياء ساعة يرجعوا ذاك ونورمالمون كرم رجعوا للي زي في الانتخابات اللي سبقت اللي قبل خاطر كانت هي أقرب للواقع. أما اليوم اللي نشاهدوا فيه في الواقع معناها نشاهدوا فيه في البلاد اللي ماناش فاهمين شكون اللي حي شكون اللي ميت كل واحد بطاقة تعريف وتلفت تلقى نفس التزكية نفس الاسم في ثلاثة أحزاب في أربع أحزاب. ما دو معناتها كميكانيزم غلط على خاطر ينجم فيه برشا ضربين في برشا حاجات وشفنا معناه فما حتى مترشح للرئاسة التزكية نتاعو كل صحاح حاجة معناها حاجة تنجم تضرب فسيل وحاجة ماهيش كونترولابل معناها حتى اللي زي ما تنجمش كونتروليهم من بعد نجم معناتها اللي زي ماشي بالثقة فهمتني ماشي بالثقة مع بيت تعمل على كرسي ما تجيش الحكاية هذه فهمتني.